أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام في هذا الجزء المهم أيضا من برنامج إبشر. احنا الآن تحديدا بعدنا احنا بابل في منطقة ألبو عبد الله، ونقف تحديدا قرب مرقد أولاد الإمام موسى بن جعفر عليه السلام الظاهر والمظهر. وهذا الموضوع أعتقد جدا مهم. ليش؟ على اعتبار أنه المراقد الدينية في بابل، وليس في العراق فقط، في بابل عددها كبير جدا وكلها موثقة ومؤكدة من قبل ديوان الوقف الشيعي، الأمانة العامة للمزارات الشيعية الشريفة، الأمانة الخاصة لمزار السيدين الظاهر والمظهر رضوان الله عليهما. يعني شنو شريدنا وشريد نقول؟ السياحة الدينية. السياحة الدينية أمر جدا مهم، المفروض يصير تركيز بعد أكبر واهتمام أكثر بالسياحة الدينية، على اعتبار أنه إحنا عندنا الكثير الكثير من المراقد في العراق، وتشرف العراق بوجودهم، وبالتالي هنالك الكثير من الذين يأتون من خارج العراق لزيارتهم ومن داخل العراق أيضا. ولكن من الملاحظ والمؤشر بأنه هذه المراقد وتلك المتوزعة في أغلب محافظات العراق لم تكن مخدومة بشكل جيد. يعني شنو ما مخدومة؟ يعني مثلا كنا نفكر أنه مثلا هاي الأعداد الكبيرة اللي تجينا من خارج العراق طبعا نستفاد من عندها بشكل أو آخر من أجل أن تكون السياحة الدينية سياحة منتعشة بالعراق، وبالتالي تضفي بظلالها على من؟ على الواقع الخدمي لتلك المحافظة من خلال بناء فنادق، تبليط شوارع، يعني الكثير من الأمور اللي المفروض تسويها المحافظات واللي تطلع بيها من أجل أنه توسع من دائرة وحركة السياحة الدينية. على كل، خلوني أعرفكم على شخصية أيضا من الشخصيات اللي هي مقدمة لخوض انتخابات مجلس محافظة بابل، ونتعرف عليها. السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا ست، شلونك؟ شلون الصحة؟ الله يخليك، الله يحفظك. زحمناكم اليوم. لا بالعكس، الله يحفظك، الله يخليك. شرف لنا. ممكن تعرفينا بنفسك؟ المرشحة فاطمة جواد الميالي، خريجة بكالوريوس تاريخ وبكالوريوس علوم حوزة. وبالتالي ست فاطمة، انت ليش قررتي انه ترشحين وتخوضين تجربة انتخابات مجالس المحافظات؟ والله يعني هاي الفترة أو هذا الشيء اللي قادمين عليه إن شاء الله، أولا نثبت جدارة المرأة بخوض العملية السياسية. لطيف. وثانيا شفت بنفس الإمكانيات اللي أقدر أسعى بها من أجل خدمة الصالح العام. من أجل خدمة الصالح العام. إحنا صورنا في أجزاء كثيرة في الحلقات السابقة، حقيقة بابل ما توقعتها أني مهمولة بهذا الشكل. طبعا بابل تعتبر المحافظة المنكوبة، يعني إيش قد ما تتصور معدمة، معدمة بكل النواحي، بكل القطاعات معدمة، ما لها يعني فد حلول ومعالجات للواقع السلبي الموجود بها. يعني هذا شنو السبب؟ يرجع إلى مثلا لصناع القرار بالمحافظة، لو تخصيصات مالية ماكو، لو شنو برأيك؟ والله ما تنعرف يعني الشغلة، تخصيصات المالية قليلة، فساد ربما، فساد الإداري، أو يعني شوف يعني إهمال بها. زين، أنت من خلال مؤشراتك قبل ما نبدي بموضوعنا، شنو المجالات اللي تعتقدين انه هي كلش وصلت الى خطوطها الحمراء؟ مثلا نبدي بالزراعه، نقول مثلا. نعم، الزراعه. ارض بابل تعتبر ارض خصبه ولقبت بالسله الغذائيه،
ليش؟ لأنه لما تمتاز بي من أراضي زراعية واسعة جدا وخصوبة أراضيها ووفرة مياهها، بس مع ذلك تفتقر، تفتقر إلى كثير من أراضي كثيرة صالحة للزراعة. نعم، متروكة. نعم، متروكة. يعني هسه هاي كلها أدغال. نعم نعم، واحد يستخدمها هسه مثلا عندنا احنا في مدينة الحمزة الغربي جنوب بابل. يعني من يجون الزائرين إلى الإمام الحمزة عليه السلام بالزيارة المليونية يصير اكتظاظ بالزائرين داخل المدينة داخل الإمام يعني وما يحيط بها. ليش؟ لقرب البيوت، يعني البيوت قريبة جدا من المزار وشوارع ضيقة فاختناقات تصير. فإحنا شو نقول؟ نقول مثلا هاي عندنا المساحات الواسعة لازم يبنون بها مدن للزائرين. يعني شلون طريق حلة كربلاء، طريق بغداد كربلاء، طريق نجف كربلاء، مدينة للزائرين. نعم، مدينة للزائرين وبأسعار مناسبة مدعومة. نعم نعم، حتى الجميع يجون بها. مدينة الزائرين يعني على العتبة، يعني تختص بها الجهات المعنية. يعني حتى دخولهم مجاني، دخولهم مجاني. لا ما نريد نقول دخولهم مجاني، لا. نعم. احنا خلينا نكون واقعيين. اليوم اسوا كل دول العالم. نعم. ياخذون فلوس. تمام. لو تمام، لكن ما ياخذون فلوس، خلينا نقول. نعم. فالسعر رمزي مثلا. رمزي. نعم. شوي اكثر من رمزي. بلي. ليش؟ لان احنا بصراحه هذا مرفق. مراعات. لا العفو. نعم. ست عذر المقاطعه، ولكن هو هذا مرفق سياحي. نعم. وهذا بخدمات، بكهرباء، بمي، بمجاري. نعم. بمكان نظيف. نعم. بغرف. نعم. نوم نظيفه. نعم. استراحه للزائر. يعني مكان الراحه للزائر. فلازم نكون احنا. نعم. نفكر بطريقه اكثر جديه. نعم. واقعيه. نعم. ولكن تنسجم وتراعي. نعم. الوضع المادي للزائر. تمام. أكيد هذا الشيء. فأنت يعني هاي نقطة مهمة اللي هي مسألة مدن الزائرين. مدن الزائرين. هاي أول جداً نقطة مهمة. مهمة. ليش؟ لأنه محافظة بابل بها كثير من المراقد الأئمة يعني. فتفتقر. وأيضا هاي كلها مسجلة في ديوان الوقف الشيعي. نعم نعم، نعم نعم، كثير من المراقد الأئمة معدمة، مهملة، تحتاج إلى مو بس دعم. أنا انتبهت بعضها أكو فوضى. نعم. قريبة من عندها اللي مفتحين وكنابر. نعم. ومحلات وألوان شيء ما يشبه شيء وكذا. بلي يعني هاي المفروض كلها تترتب وتوحد كلها يعني بألوان راكزة. نعم، تنشال قرب قرب الأئمة. ليش؟ حتى تفتح مكان للزائر. توسع، يعني توسعت طريق للزائر. مكانات أخرى. نعم. يفتحون بيها محلات يعطوهم غير مكانات. مو؟ نعم، يعطوهم تعويض بغير مكانات. وبالتالي خلينا نحكي عن هذا المزار. نعم. يعني لطفا شنو معلوماتك عنه، وايضا شنو رايك بوجوده؟ يعني هسه هم ديوان الوقف الشيعي مشتغلين بشكل ما شاء الله مرتب. يعني فالشيء مفرح هذا صراحه. مو؟ نعم، يعني يبشر بالخير. نعم. في على مدار السياحه الدينيه. نعم. يعني مزارع حلوه، الحزام الأخضر اللي بيها. ايه. فالشي يعني مرتب. يعني مرتب كبادرة طيبة وبداية. يعني طبيعي. احنا نتمنى من كل المزارات ومراقد الأئمة يعني تكون بهاي الهيئة وبهاي الصورة الجميلة. حبيت أسألك على موضوع الفنادق اللي المفروض تصير قريبه من المراقد. نعم. حتى تقدم خدمات، فانت شنو رايك بهذا الموضوع؟ والله فكره كلش مهمه يعني صراحه. ليش؟ لانه تخدم الزائر بمعنى الكلمه. لانه الزائر من يجي من مكان بعيد يظل حاير وين يروح. صحيح هنا البيوت فاتحه يعني ابوابها للزائرين. بس تعرف الزائر اللي ياخذ راحته. يعني اذا اكو مكان مثلا للاستراحه حتى لو أسعار رمزية مثلا يدفع للفندق أو المدينة اللي يخصصها للزائرين. فهذا تخفف من عبء يعني المادي على الزائر. هو تعرف يجي من طريق بعيد يحتاج الاستراحة ويحتاج المادة. فمن يلقى هاي الأمور مهيئة له راح يظل دائما يتردد على هذا الأماكن. وها بها مردود مادي طبعا. الأماكن المراقد الأئمة بها مردود مادي بشكل يعني جدا كبير يعني على المحافظة. ممكن تقولينا رقمك وتسلسلك؟ بيني القائمة أبشر يا عراق. تحالف أبشر يا عراق. التسلسل رقم القائمة 143.
تسلسل 16. طبعا احنا نتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله. الله يحفظك استاذه مرخصتك. مرحبا، شلونك حبيبي؟ شلون صح مفتاح ان شاء الله؟ ممكن تشرح لنا فد نبذه مختصره عن، تعال هنا بلزح ماليك، عن هذا المرقى؟ السيدين الطاهرين الظاهر والمظهر احفاد الامام موسى بن جعفر عليه السلام. السيدين شباب اثنينهم، السيدين كانوا طلاب علم، هم علماء فقيهين يدرسون في الكوفة. في أنا ذاك كان حتى حفرة ونهر من الفرات إلى الكوفة على نفقتهم الخاصة، وبذاك الوقت كانوا حتى يدرسون، هم يطلبون العلم لهناك، العلم مالتهم انتشار وحتى الناس التفت حواليهم على مود ياخذون العلم من عندهم. في اواخر الدوله العباسيه، في عصر الملعون الجويني هم، فهذا المكان هسه هو هذا اللي موجود حاليا، هذا بيتهم، بيتهم نفس الوقت. وهسه بسلامه ادخلك على اللي على السردابي الموجود حاليا، هو كان بنفس الوقت هو ذاك بيتهم، ونفس الوقت اللي هسه هو صار سرداب، ونفس الوقت اللي هم انقتلوا به هم. فذاك الوقت اللي هو اللعين جويني لاحقهم، دز الجلاوزة عليهم، تابعهم من ذاك المكان لهذا المكان على مود ما ينشرون علم أهل البيت. وكانوا في ذاك الوقت هم يسقون زوار مسلم بن عقيل هم نفسهم، وهاي المعلومة درست هسه حاليا من كيف صار بناء وحديث، هاي المعلومة نقشت على جدران مسلم بن عقيل يعني هم. فالسيد علي الظاهر أكبر من السيد المظهر سلام الله عليه، ومتزوج وعنده طفل اسمه حسين، والمظهر لا بعد شاب صغير. فقلت لك لهذا الوقت في زمن يعني سنة 863 للهجرة، اجى لحد هنا الجويني اللي عدت الله عليه، قتلهم بهذا المكان وخنق اثنينهم، يقول وقتلوا في بئر دارهم. هذه السنة الشهيدين راح أصبحوا. فب 98 احنا كان مو هنيك المزار، كان قبة صغيرة كلش. فاجتمعت احنا القوام، احنا سدنا يعني، فلشنا المكان. فمن فلشنا اجت الاثار علينا في نظام 98 98 فاجت مديرية الاثار اخذوا عمامي للسجن. ايه انسجن عمي الكبير، والله عبالهم احنا جاء على مود الاثار مو على مود هذا الشيء. فيومين والثالث اجت نفسها مديرة الآثار يعني من بغداد، طوقت السيارات هنا، اجت على المزار قالت وين السدنة؟ قلنا لها تفضلي. قالت منو حسين؟ قلنا لها بالسجين، اللي هو كبير عمامي يعني. قالت اخذوني عليه. صدق هي هم صعدت بسياراتها وراحت للسجن نفسه، طلعت عمي من السجن، وبنفس الوقت سوت هي إجازة البناء للمزار الشريف، وسوت وبنينا وهي وقفت ويانا يعني لحد ما شيدنا الأساس كله هي ويانا. فسألناها قالت لا، السيدين طافوا علي بنفس الليلة، قالوا تطلعين الخادم مالتنا وتسوين إجازة البناء بنفسك بديتش. وأنا إجيت لبيت الطلب وبنينا ب 98 والحمد لله لحد هذا اليوم صار المزار. أكو يعني توسعة وأكو ترتيب وأكو حدائق، مشاهدين الكرام، وقاعات، وما أعرف يعني أكو أرض أخرى هناك ملاصقة، ما أعرف شنو هاي راح تصير مستقبلا، لكن أكو خدمة واضحة مبين، أكو خدمة مبيت، مبيت للزائرين الكرام. هاي القاعات والله، هاي وحدة وهاي وحدة للرجال وللنساء. شنو رأيك تكون أكو فنادق مثلا والله قريبة من أحلى من عندها الفنادق والمتنزهات والألعاب؟ أولا هي تجمع الناس، وثانيا هي متنفه عن الناس يعني، هي مثل ما تقول زيارة وتسيارة، تصير الكترين. وإذا يعني اللي البعيد يبات، واللي بعيد مثل يجوز مثلا يستحي من البيوت، يستحي من هذا المكان، اي مكان خاص يعني. شلون هسه العتبات المقدسه مثلا هسه الحسين، اسعار رمزيه، اي اسعار يعني هي مو رمزيه، نقول شويه شويه يعني حتى بيها استفاده لهم، ولكن يعني حتى استفاده هي تستمر الامور، حتى للامانه استفاده تمام، واللي هي القاع لهم ويقدر يستثمرها وتصير هي الكتر كترين يعني، استفاده للمزار واستفاده للزائر هم نفس الوقت يعني. هو يعني هسه ذاك اليوم احنا اجوا على هاي الحدائق، هي الناس اللي هسه جاي كيف احنا بشهر رمضان، هاي ما يكفي لا المزار ولا حتى الساحات والبيوت نفتحها، هاي قيعان حتى القيعان نفتحها على مود ماكو مكان، ماكو مكان على مود الحدائق، الناس تريد تتنفس. زين كمواطن انت، مو كشخص، كمواطن تعتقد انه اكو خدمه مقدمه
قريبة للزوار اللي يجون من خارج العراق أو من داخل العراق اللي يجون للمراقد، خصوصا هنا ببابل أكو خدمة مقدمة لو لا أكو ضعف شوي هنا؟ أنا الحمد لله والشكر خدمة متواصلة 24 ساعة في المراقد الأخرى حتى بالواد، بس اللي إحنا موجودة بالظاهر ومو تتمنى تكون الخدمة أحسن وأتمنى تصير أزيد، وإحنا عندنا زيارة الأربعين هي يعني هذا هو رمز للعالم كله يعني الخدمة اللي دا يقدموها للزائر مو طبيعي مو طبيعية يعني احنا انا دا اسال بخصوص انه توفير خدمات بعد اكبر هي المفروض هذا بس احنا قله يعني قله ال اول قله الامكانيات قله الكادر يعني كثرين انا اشكرك جدا شكرا جزيلا الله يحفظك الله يحفظك شكرا جزيلا انا اشكرك جدا ست فاطمه شكرا لوقتك شكرا لهذا التعب جينا من مكان بعيد احنا وانت يعني حقيقه واضح عليك انه في داخلك هم تريدين تعكسي على ارض الواقع من اجل ان نكون بحله جميله جدا وخصوصا تقديم الخدمات والسياحه الدينيه تكون في اعلى مستوياتها السياحه الاثريه ما اعرف يعني عندك فد ملاحظه عليها وفشي من هالقبيل والله اثار بابل عندنا اثار النمرود يعني مناطق جدا راقيه وبنفس الوقت تحتاج الى خدمات ايضا خدمات. يعني خدمات يعني اثار بابل تصير بها المهرجانات يجون الوفود ماكو فنادق فاطمه في كل دول العالم يركزون على السياحه ويهتمون بها يعني ويخلون اناس اهل اختصاص يعرفون شلون يتعاملون ويا السياحه ويا الاماكن الاثريه هاي مصدر مالي مستمر وفود مادي كبير على ليش احنا بالعراق ما عندنا هيك شيء ما عندنا مال ما عندنا تقنية وعي ثقافه ما عندنا وثقافه سياحيه من بهذا الجانب يعني عشوائي هاي 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 يعني بصراحة يعني مردود مالي مستمر بدون توقف نعم احنا نظل نشلب بالنفط لا طبعا تمام لو تمام العراق اصلا يعني شو اقول لك الزراعة بي هي النفط الدائم الاثار السياحية الدينية كلها مردوداتها كبيرة على المحافظات وعلى العراق بصورة عامة عموما انا اشكرك جدا اتمنى لك كل التوفيق حياك الله واهلا وسهلا بكم إذا المشاهدين الكرام كونوا معنا بعد هذا الفاصل. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. مرحبا حياكم الله. شكرا لك إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم. شرفتونا. أهلا وسهلا بكم. ميت هلا بكم. ممكن تعرفنا بنفسك؟ أهلا وسهلا بك. المرشح هيثم عبد السادة حبيب الخالدي تحالف أبشر يا عراق. رقم القائمة 143 تسلسل 31 إن شاء الله بيك الله يعزك ويحفظك بالتالي الله يحفظك ويبارك بيك وبقاعك المفروض هاي قاعك تمام إن شاء الله قاع القطعة مالتي هاي هنا وهاي مستغل هاني لأزرع بيها جاد أو برسيم لأن أنا اختصاص يعني وعندي ولع بالثروة الحيوانية ومن يعني مشجعين على الثروة الحيوانية فالثروة الحيوانية لها دور أساسي بالبلد وبالاقتصاد يعني حال النفط حال راح نحكي عن هذا الموضوع بشكل مركز وأهمية الثروة الحيوانية زين هسه شو ما زار الشيلات حاليا بالوقت الحالي تدري شحة المياه وهاي الشحة عالمية حقيقة فشحة المياه جدا قليل ما عندنا مي يعني يعني يا دوب يجي المي المحطات الإسالة ما يخلونا نزق بالمي يجي مي قليل مجرد يغذي المحطة مالت الإسالة فهسه احنا حايرين حقيقة بشحة المياه يعني هسه وهاي أرض جرداء قد ما زارعها صاحي تقريبا سنتين ما زارعها سنتين من العام ما زارعها ها بس بايام الشتاء اطش بيها شعيرات منها هو يعني يجوز بعد 10 15 يوم اكربها احرثها على مود اذب لي بيها شعيرات وتمطر الدنيا يطلع بيها زرع على مود الحلال ونطيل الحلال ما مطرت هاي بعد يوم الله لان ماي ماكو يعني حايرين بالماي وهاي قاع ظله جرداء وقاع حلوه وقريبه على البيت وحلال عندي بس شو الفائده يعني ماكو ماي ونتامل خير ان شاء الله على المستقبل بكت الله يعني تصير حلول لمساله ازمه المياه الازمه الحاليه اللي نواجهها حاليا احنا وان شاء الله يصير بس شيخنا يعني احنا مرينا بهوايه مناطق وزراعيه وشفناها تحولت الى يعني صبخه اذا ماكو ماي وماكو واحد يستخدم الارض هاي الارض ذا مو كل سنه تحرثها ويجيها مي وتزرعها طبعا راح تصبخ وراح يطلع بها بعد ادغال يطلع بها حلفه ويطلع بها تنبذ هسه مثلا قاعك هنا هم نفس الشيء صار مو أدغال مو تعتبر أدغال ها مو تمشي
اي تمشي هسه تمام لو مو تمام هسه هذا شو يعتبر هذا هذا شنو هذا هذا شوك وعقول تمام لو كله صاير بها يعني تكربها الجذر مال هذا الدغل مو يبقى لي جوه لا حتى لو يبقى يعني بس ما حرحلتها انزل بها العمق ايه؟ بالكرمات راح ينزلها بس هذا الدغل حسب معلوماتي هذا الدغل هذا الدغل مشكلته مشكله اي راح يضل احنا هم نعالجه ايه؟ نعالجه نروح للزراعه وينطونا هذا مال شلون نعالج ميام الحنطه من يصير بها الورقه العريضه تمتد. نجيب له علاج من الزراعه ونكافحه فنقدر نعالج يعني الى علاج وش تزرع المفروض نزرع والله نطش بيها جات وبرسيم لان انا اختصاص قلت لك يعني اربي دواجن ابقار المواشي ربيها واغنام عندي احنا ما شاء الله شفنا عندك اكو ابقار وبس ما اعرف دواجن وينها والله حقيقه دواجن قبل فتره بعتهن يعني كان عندي دواجن مسوي حقل يعني اتعبني اول شحة المياه الموجوده حاليا جي. اثرت على كل هذا اثروا الحيواني ليش شنو المي يعني ما كنت المي ما اقدر اوفر المحطه مالت الرساله ما بيها مي النهر الرئيسي ماكو مي قمت اشتري دناكر إيه؟ اشتري دناكر وعد احواض وانطي مي ليش تشتري تنكر كل دنكر مال كهرباء ب 25000 دينار يعني يوميا 3 دناكر 4 دناكر ما يوميا 100000 دينار بس دناكر مال مي قال طان اغلى من الوجه يعني شفته ما يصير زين ثاني الاعلاف الدور صعدت عندي إيه؟ بعد ما يسدد يعني الانتاج عندي يوميا 20 كرتون بيض ما نجيب الدجاج احمر إيه؟ وهذا إيه؟ فما بي يعني بعد فائده ما بي إيه؟ يا دوب اسدد يعني مخاسير اليوميه اطلع اجور العمال اجور المي إيه؟ زين العلاجات شنو كنت تطيه هنا اعلاف؟ اعلاف جت اني اشتري الصويا واشتري الاذره واشتري الحنطه واني عندي جاروش انا بالحقل مالتي واني اسوي المكونات اسويها ليش؟ لان الدوله ما تجهزني وبالسوق التجاري غالي فانا اشتري المكونات واشتري البروتين والزيت هاي مكونات عندنا احنا تقريبا 6-7 مكونات احطها بالخلاط واخبطها وانطيها يومي اسوي الطن اجهز للاعلاف ايش قد نجح عندك هذا المشروع؟ المشروع عندنا نجح تقريبا 80% نجح عندنا المشروع بس اللي خلبية الاعلاف والمكونات اللي استخدمها صعد السوق صعد دولار بعد ما يسدد المصاريف يعني ابيع 20 كرتون مليونين دينار مثلا انا حاطه 1,900,000 يعني حصل 200,000 دينار او 50,000 دينار العمال ما سددتها وتعبها ومخاسيرها ثانيا الادويه غاليه بيطره ما جهزك البيطره مثلا بالعلاجات عنده علاج بسيط اغلب العلاجات انا اشتريها تجاري شنو الامراض اللي كانت تطلع عندك امراض نيوكاسل اللي صار عندها وايد صار عندك نيوكاسل يعني نوعا ما حالات تصير يعني قلت لك اختناق لان المكان شوي صار مزدحم وبعدين فرقته صار عندي اختناق ب يعني مختلف مال الدواجن هي اللي اعراض تالي بعتهن اضطريت ابيعها يعني خسرت تقريبا 40 مليون ببعته ايوه لان الاعلاف غالي علي بعد ما يسدد ويوميا تروح عندها هلاكات مقدار 10 15 20 هلاكات قسم من عنده ما انتج بيض ظل تقريبا ثلث الدواجن جبتها ثلثها ما انطاني انتاج رزق يا الله سبحانه وتعالى اي ومرات يزود المصير عنده شحوم زايده اكل زايد راح ياثر بعد ما يعطيك انتاج بيض فصار خلل من الاسعار مالي يعني هسه انا افهم من كلامك انه انت مطلع وعندك معلومات ناجح حقيقه المشروع ناجح ويعني يخدم البلد يعني ناحيه القاسم انا كنت امولها ناحيه هنا بالقاسم شنو اغلب بيض المائده انا عندي مشروع واحد المساحه مالته تقريبا 7,000 طير حاط بيه يعني اكثر من كذا محل بالقاسم انا جاهزه بالبيض فهذا انا من ساد المنطقه مالتي ومكتفيه احسن ما استارد فاحنا يعني اللي اريده انا مثلا ان شاء الله يتحقق ندعم الثروه الحيوانيه والدواجن لان ذني عامل اساسي للبلد لان اكو هنايا هسه عندنا دول بالعالم موجوده معتمده على الثروه الحيوانيه ما عدا نفط بس انا معتمد على الثروه الحيوانيه مباركه يعني سبحان الله من الاغنام من المواشي الزين ثاني تحرك لي باقي المصانع كلها لان احنا كل وزاره مرتبطه بالوزاره الاخرى من انا عندي انتاج البان راح حليب انتاج عندي راح المنطيل المصانع راح المصانع تسوي تعليب راح تصير المصانع راح تسوي مشتقات الالبان راح الشغل ايد عامله عندي فحقيقه يعني اللي احنا نتاملها من دولتنا ان شاء الله النظره والتركيز على الثروه الحيوانيه لان عنصر اساسي ومهم للبلد. زين ممكن شويه اريد مشاهدينا الكرام خليكم ويانا حتى سوى نطانا فد نبذه مختصره عن تربيه الدواجن وهو ربى عدد غير قليل لكن مع الاسف
ما نقول فشل وإنما بسبب ارتفاع الدولار، شحة المياه، دا تشوفون بعض الأمراض، اضطر إنه يبيع هاي الدواجن باعها. حتى شنو؟ لأن يعني مو مجدية صارت، وبالتالي خسر مع الأسف. هو إحنا من يخسر عندنا فلاح يحاول إنه أو مربي يحاول إنه يستثمر هذه الأرض اللي الله سبحانه وتعالى يعني كرمه بها ويسوي حقل دواجن، ومن يحاول يريد ينجح المفروض أكو جهات تشجعه حتى ينجح، مو تفشلة أرجوكم، مو تفشلة. وبالتالي إحنا نقدر يكون عندنا اكتفاء ذاتي كبير على عموم العراق، والله وكيلكم حتى نقدر نصدر، بس نتيجة الأخطاء وطريقة التفكير السلبية والكسل والأمور السلبية الأخرى اللي حقيقة ما أريد نحكيها بس هي موجودة، والفساد وبعض الأشخاص اللي هم في مركز المسؤولية أقدر أقول عليهم فشلة وما يقدرون يحققون منجز، لذلك دائما يمشون بالأساليب الملتوية يفشلون مثل هكذا أناس يعني مستثمرين يعملون بشكل بجد ونشاط وحيوية وأبناء البلد، وهاي النتيجة هسه لدى يقدر يزرع قاعة، لدى يقدر لم ينجح بشكل مباشر وصحيح ومستمر في تربية الدواجن. خلينا نشوف مال الحلال هنا شلون. للأسف الرغبة موجودة والجهود موجودة، بس عاوزنا دعم، دعم للدولة تدعمنا، الدولة تدعمنا بالأعلاف. يعني هسه عندنا احنا الأعلاف أصلا شيء مو طبيعي، يعني جاي احنا بالحاشوشات نجيب حلفة، حلفه يطلع هذا النبات الطبيعي يطلع حلفه ونحش الحلال مالنا، يعني بحيث بعد ما يطير انتاج. بس الحلال ايش تنطي حلفه؟ انا حلفه انطرت تطلع حلفه وتطلع تبن، تبن هذا البقايا مال الحنطه من تحط نطيت تبن. زين انا جايب حلال عندي ابقار، ابقار جايب مال حليب. زين اغير استفاد معده بيع لك انت، بيع لي يوميا 100 لتر حليب. هسه جفن يبسن بعد ما بيهن. زين انا محتاج بيهن لا اقدر ابيعهن، شغلتنا وباب رزقنا وبيها فائده للكل. في اللي اترجوه اني من دولة مالتنا رئيس الوزراء ان يعني الاهتمام بهذه الثروة الحيوانية، وثروة قلنا مباركة، ثروة مباركة هاي، فالمفروض التركيز عليها، وعنصر مهم جدا مهم. بالبصرة، بالبصرة ينطحن تربية أبقار هذه. لا لا أبدا. زين هسه هنا شنو؟ هاي عند هنا أبقار ذني بنات ذني، ايه الصغار ذني بنات الأميات اللي هنا مخليه هناني. نعم. هذني أخليه لغرض التسمين، أبيعهن تسمين. زين ذا هو ماك حاطن تبن، أنا حاليا تبن. زين شو تسمن وأبيعها استفاد معته على مود يجيب أماية. فاللي يعني مثلا هذا باوع كله أضعاف كله يابس، هكذا لا 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 مي ولا أكل، يعني أنا أشتري مشترى وأجيب أنطيهن أكل، ما يماكو حتى ازرع قاعي واطيه مثلا استفاد عندي قاعي، قاعي هتشوف ارض جرداء ظله قاع حلوه وطيبه، بس مع الاسف ماكو مي، فانطر اشتري مشترى اشتري هذا اعلاف واشتري وانطي الحلال. ليش هيك يابس؟ يابس من العكات العطش والماء، ماي ماكو، يعني انطي ماي مال حجيب له ماي مال حلو، اطلع لغير مكان امشي لي 5 كيلوات اخذ التنكر مال التركتر واحط له بيها مقطوره اجيب مي اورد الحلال مالتي. زين أنا حير بروحي، زين أنا ما يسأل ما واصلني، فجاي حقيقة نواجه صعوبة جدا تربية. ما يجوكم مختصين من وزارة الزراعة؟ ما يعني ما موجودين ما هنا بمحافظة بابل؟ ما يجون، ما كحد يجينا مثلا ويشوف معاناتنا ويوصل على الحقائق ويعطينا العلاج لها، يعطينا فد علاج لها. هاي ثروة عن هضيمة تندثر وتنقرض وتروح، يعني على بلد هذا الشبير، بلد العراق، بلد أرض السواد، بلد الرافدين، بلد الخيريات، يعني وهاي الثروة هاي 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 الطيبة المباركة اللي عاشت عليها أبانا وأجدادنا نثرها، وتجي باقي غير دول لا تعادل النفط ما تخلص. فهاي راد لها إدامة وراد لها دعم للدولة، شجعنا مثلا هسه أضعف الإيمان جيب لنا بوريات، طلعنا بوريات وصلنا لحماية الإسالة على مود نقدر نطيه المي شرب، تدعمنا بالأعلاف، تعطينا قروض ميسرة بشيء بسيط، يعني مو من تعطيك سلفة تحكمك بسنة أو سنتين أو مثلا كل شهر كذا، يعني شيء بسيط تدعمني على مود أطور الحقل مالتي، الحظيرة مالتي مالت الأبقار أطورها كبيرة. ليش أنا حاصل أو كذا وحاصل مثلا المساحة ما توفي،
هو المرض هاي ما بيها شروط. ان شاء الله تصير عضو مجلس محافظه باب ان شاء الله. شو تسوي للفلاح؟ انا بالنسبه لي ان شاء الله وان شاء رسوله ومن الله يوفقنا وبجهود اخوتنا الايد الوحده يقولوا ما تصفق، بس ان شاء الله الموجودين المرحله القادمه كلهم نفس المرشح استاذ هيثم ان شاء الله نفس النوايا ونفس الاتجاه. احنا اتجاهنا الرئيسي ان ندعم الفلاح وندعم مربي الثروه الحيوانيه سواء دواجن او اسماك، لازم ندعمهم. ليش؟ لان ذولا هم يعني احنا سكان اغلبيته ارياف واعتماد على الثروه الحيوانيه. أنا قاعد بالريف، عندي أرض، عندي كذا من أزرعها، أنا اعتماد على الثروة الحيوانية، فعليه إحنا لازم نقدم خدمة قدر الإمكان للفلاحين ومربين المواشي، لازم ندعمهم. طبعاً هذا الموضوع يشمل الثروة السمكية أيضاً. معلوم وتربية الأبقار والمواشي، الدواجن، تربية الأسماك، هسا تربية الأسماك مثلاً جوز المي معجزة، بس هسا هذا أكو بيها مجال. هسا احنا جينا الرئيسيات الثروه الحيوانيه، صح انا اقول لك الثروه السمكيه نفس الشيء، بس ثروه الحيوانات والدواجن اساسي. يعني انا معدي حقل مال دواجن ويوميا كمواطن عادي انزل 20 كرتون بيض مثلا بناحيه، انا اغذي الناحيه وذاك مسوي لهم حقل وذا، يعني فاكو دواجن الها لان نستخدمها كبيض مائده وكلحوم. يعني نقدر نقول لك ما اكثر من الاسماك، صح الاسماك لها دور، بس الثروه الحيوانيه او الدواجن لا، فعاله ولها دور اساسي. يعني اذا لا سمح الله استمر الوضع بهالشكل هذا شنو تسوي؟ والله ما لنا غير الله ونعم بالله، ما لنا غير الله سبحانه وتعالى، بس احنا نظل احنا عاد بجهودنا الذاتيه. انا يعني بالنسبه لي يعني احنا ابو الريف والساكن بالريف هو يتنوع الحلاله. مرحبا استاذ. اهلا وسهلا. شلونك؟ شلون صحه؟ مرتاح ان شاء الله. بدايه اريدك تعرف نفسك للساده المشاهدين. اني المرشح جبر صاحب عبد العويدي، مرشح قائمه ابشر يا عراق، رقم القائمه 143، التسلسل 18. احنا وين بالضبط؟ بابل باي منطقه؟ حاليا في قضاء القاسم منطقه الحولي. هذه المنطقه تكون باطراف مدينه القاسم وليس مركز الولاية. نعم. بالتالي احنا هذا المشهد اللي احنا تقصدنا نصور يمه موجود مو بس هنا، موجود في كل محافظات العراق مع الأسف، في بغداد والمحافظات الأخرى، وما أعرف يعني شو وقت نخلص من هيجي منظر كئيب ومزعج ومؤذي للإنسان وللشكل العام لكل المدن. مع الأسف هذا الموضوع أصبح عائل ومثقل على المواطن في عموم العراق. أولا هذا يولد الأمراض، ثانيا منظر قبيح غير لائق، ثالثا لا حكومتنا المحلية أو المركزية في بغداد ما وضعت خطط كفيلة بالتخلص من هذه النفايات وعاصرت وواكبة التطور العالمي الموجود بالعالم وباتباع الطرق العلمية الصحيحة للتخلص من هذه النفايات والاستفادة منها. هاي النفايات لو استغلت بالشكل الصحيح لكانت مردود جيد للبلد. شلون؟ نعم، خلال خبرتي بهذا الموضوع وفدت ببعثة إلى اليابان، جامعة كيوشو اليابانية، وتم الاتفاق أنه أكمل الماجستير بالكيمياء في كلية العلوم في جامعة كيوشو، ودخلنا إلى استمرنا بالدراسة هناك أكثر من 4 أشهر. فخلال دراستنا هذا العلمية تم زيارة ومن قبل الجامعة إلى عدد المدن الصناعية الموجودة في دولة اليابان، فوجدت هناك مدن صناعية متكاملة تعنى بالنفايات. مثلا النفايات تقسم إلى حاويات، حاوية تضع بها البطل البلاستيكي والخشبي والمعدني والورقي والزجاجي، وكل هذه الحاويات تقسم وتصنع وتدور مرة أخرى. لو أنشأ في كل محافظة معمل لتدوير النفايات
كانت هناك فوائد عظيمة من هذا الشيء. أولا تشغيل الشباب العاطلين عن العمل، التخلص من النفايات، ثالثا تدوير هاي النفايات وإنتاج سلعة جديدة. اللي لاحظناه هناك البطل البلاستيكي يتم تدويره وتصنيع أقمشة، الأقمشة لصنع القمصان، البنطرون، القوط، وكذلك تم استخدام والاستفادة من الدوائر الإلكترونية للأجهزة العاطلة عن العمل مثل أجهزة الاستنساخ والأجهزة الأخرى، التلفزيونات وغيرها، والاستفادة من هذه الدوائر الإلكترونية في إنتاج نسبة من الذهب لكل. فكانت هناك معادلة موجودة في الجامعة اليابانية، كل 100,000 كيلو يعني 1 طن من الدوائر، كل 1,000 كيلو 1 طن من الدوائر الإلكترونية تنتج 3 كيلوغرام من الذهب ضمن آليات وحسابات وطرق يستخدمون. كذلك احنا ليش ما عندنا بالعراق مثل هاي المصانع اللي يدور بيها النفايات حتى نشغل ايدي عامله، وحتى ايضا ننهض ببلدنا ويصير بلدنا نظيف؟ هذا السؤال المفروض الاجابه عليه من الحكومات المحليه. لماذا لم تفعل هيئه استثمار الحكومات المحليه، الهيئه الاستثمار في كل محافظه، والبحث عن هكذا مشاريع ذو جدوى اقتصادية ومنفعة للمجتمع؟ احنا لو شغلنا او جبنا لنا مصنع تدوير نفايات واحد في بابل لما بقى بطل بلاستيكي في الشارع، او بقت قوطية بيبسي في الشارع، او علاقة او كارتونة نهائيا، لأصبح الشارع ما تلقى لك بأي بطل. يعني هذا المعمل راح يشتري من عندهم هاي النفايات. العملية هناك فرق شعبية تجلب النفايات، تجلب هذه النفايات مقابل مبلغ، فالمعمل يشتريها من عندهم، يشتريها من عندهم كل كذا كيلو مثلا 5 دولار 10 دولار، نعم، مقابل ثمن توضع هي الشركة المعمل لتدوير النفايات. شوفوا انت ايش قد خلصنا، اولا شغلنا عمال يجمعون هاي البلاستيك، عمال يعني متطوعين، لا نحتاج بلديه ولا اي شيء. ثانيا شغلنا ايدي عامله كبيره في هذه المعامل وخلصنا من البطاله. هسه احنا خلال عملي انا حاليا في عندك معلومه ايش قد يكلف هذا معمل التدوير؟ الله اعلم، يعني تقريبا اذا اريد احسبها ما اقدر انطقها بالمضبوط، مثلا 1,000,000 دولار كلش كافي، 10 مليون دولار أو 20 مليون دولار للوحدة الصغيرة. مثلا هناك وحدات مثلا للسيارات، لمعامل تدوير البلاستيك، للأقمشة. فأعتقد رحت لليابان ما سألت مثلا، قلت لهم ما ينطون هاي السعر، ما ينطون، أي ما ينطون، أي يعني أنا أتوقع، قلت لك المعمل عدة، يعني من الصعوبة جلب مثل هكذا معامل. احنا العراق فلوسها كل شيء هواي خير من الله، هاي المعامل عندنا لا شيء، يعني ليش ما يجيبوها؟ اذا تقول لي انت برايك ليش ما يجيبوها؟ يعني حتى يبقى البلد فوضى؟ المليون دولار عندنا بالعراق لا شيء، سياسيين يملك 1,000,000 دولار هسه حاليا، يعني انا 1,000,000 دولار انشئ لي معمل تدوير النفايات او 5 مليون دولار لا شيء بالعراق. لكن انا اتعجب على الحكومات، ليش ما تنتج هذا الشيء؟ ليش ما تسعى بهذا الشيء؟ ما نعرف. يعني انا بس اسال، يعني عاجبكم هذا المنظر؟ عاجبكم؟ موجود في كل العراق، وين ما تروح في كل، بس عذرا استاذ، في بغداد وفي جانبي الكرخ والرصافة، اطراف بغداد، في داخل المدن، وين ما تروح تلقى نفايات. صورنا قبل ايام، ما اعرف هي ثقافة مواطن، لو ثقافة بلدية، لو ثقافة دولة، لو ثقافة مدرسة، لو ثقافة أب وأم، ثقافة عائلة، ما أعرف. لو هذا الموديل اللي مع الأسف مستمرين به لحد الآن بالسيارة يسوق، نزل الجامعة وشمر البطل. لك ما تستحي أنت؟ يعني شنو أنت من ده تشمر البطل؟ يعني أنت ما ده تحترم العالم كلها. فأنت إذا ما محترم نفسك هاي مو مشكلتنا، مشكلتك أنت.
ما اعرف هاي لازم اكو رقيب عليكم حتى تستحي تنزل الجامع حضرتك وتشمر البطل لو الكلينس لو شوف شنو بقايا الفواكه لو لفه لو شوف شنو حتى سيارتك تبقى نظيفه والشارع يصير وسخ. انت وغيرك وما اعرف منو مجموعه على هالمنوال هذا والنتيجه انه شوارعنا بائسه مو نظيفه ساحات مليئه بالاوساخ ما يلحق ابو المنظف البلديه. لو منظف البلديه مثلا يجي ينظف الشارع قال لي عوف الرصيف هو هيك الاتفاق. انا سالت مره واحد قلت له انت ليش تنظف بس هاي والرصيف مو هذا بعد شويه هو يجي من الرصيف يكف يصير بعد الشارع. قال والله هو قال لي انا مبلغ هالشكل ورحم الله والديك اروح في مالا اذا بدي انظف الرصيف وياك انت تنظف واني انظف والاخرين ينظفون وهي ثقافه وتوعيه ما يصير هالشكل ما يصير احنا يوميا نناقش هيك ها اكو موديل ثاني اكو من ما يعجبه هذا المنظر فشي يقول اجي احرقها ويجيب نفط وحسب الاصول وكذا ويحرقها وتشوف لك الدخانه ليوان وهاي مبردات وتسحب ويطلعوا له يا معود رحم الوالديك الدخان ولا يهتم يقول والله انا شو اسوي يعني بقيه هيك منظر قدام واحد يذب المسؤوليه على الاخ. الامانه وينكم؟ البلديه وينكم؟ هيك مناظر المفروض ما تقبلون عليها. احنا هذا فد يعني سامبل بسيط يعني بالتالي بس حتى نقول انه كافي. ابدوا بطرق حديثه، فكروا بطرق جيده، خلوا هاي الحاويات الكبيره اللي تتحمل وقويه تكون، وخلوا حاويه للبلاستيك. علموا الناس ذبوا البلاستيك بهاي الحاويه، ذبوا الحديد بهاي الحاويه، ذبوا الخشب بهاي الحاويه، ذبوا الزجاج بهاي الحاويه، ذبوا الاشياء اللي تخص الاكل التمن البقايا والخبز والمدري شنو والكذا بهاي الحاويه. مجمع الزبل هذا الموجود يبعد 10 أمتار عن الأهالي، 10 أمتار. يعني هسه حاليا أول لا منظر صحيح، ثاني هذا يجي بالأمراض، هذا كله أمراض. يعني حاليا قلت لك إحنا نوجه التحية والإجلال والإكبار إلى عامل النظافة والله يكون بعونه، لأنه هو أصلا يوميته ما قاعد يأخذها بشكل صحيح. يعني شنو ينطو 150,000 أو 200,000 ما تكفي، ويتعرض الى امراض ويتعرض الى مخاطر المهنه. استاذ انت لو صرت هسه عضو مجلس محافظه بابل، انت اختصاصك كيمياء، تشتغل بالرعايه، لكن عندك هذا الموضوع ويبدو عندك دراسه مستفيضه به، ايش تقدر تقدم؟ يعني ايش تقدر تقترح عليهم؟ ايش تقدر من خلال جروب انتم موجودين ان شاء الله ربي يعني تكون عضو مجلس محافظه بابل، فتقدر يعني توصل إلى مرحلة أنه تخلص محافظتك من النفايات والأزبال اللي منتشرة في كل مكان؟ أنا اللي قاعد ألاحظة مع الأسف يجيني خريج كلية يدور رعاية، بالرغم أنا أداوم بالرعاية مجال عملي، والله أنا يعني أنقهر علي أقول إنه هاي مهندس يريد يدور رعاية، يقول تعين ماكو، عقود ماكو، أجور يومية ماكو، وبالتالي نساعده نجيب له رعاية. بس لكن هل من الممكن احنا نبقى ساكتين؟ هذا مو صحيح. احنا لازم نفكر بطرق صحيحه علميه سليمه مواكبه للعصر، مواكبه للدول المتقدمه. قلت لك اكو هناك طرق، يعني هذه النفايات ما اخليها ابو الزبل هو العامل البسيط هو يجمعها لي كلها، لا هذا غلط. هذا شو يصير يعني هو العامل؟ قلت لك هو يطوم 200 او 200. حاليا انت باعتبارك تشتغل بالرعايه، شنو المشاريع اللي اطلقتوها خلال الفتره هاي؟ حاليا عندنا سلف للعاطلين عن العمل. لما تطو سلفه ايش قد المبلغ؟ ننطي 20 مليون مقابل شنو؟ انشاء مشروع ويشغل عامل مضمون واحد. ننطي مثلا 30 مليون يشغل عمال مضمونين اثنين. ننطي 50 مليون يشغل عمال مضمون زين. عذرا وعذرا من السيد الوزير ايضا المحترم، بدل ما تطون هاي السلف ليش ما تسوون انتم مشاريع استراتيجيه تابعه للوزاره تشغلون بها؟ اي تشغلون بها بدل ما تطي سلفه مبلغ. بس اسمح لي، بدل ما انطي مبلغ اسوي مشروع استراتيجي ضخم في بغداد وكل المحافظات ها عيني، واشغل الشباب اللي هم خصوصا الرعايه. اول
اول من يشتغل بهيش مشاريع هم اهل الرعايه. هم اكون اني سوبرفايزر مالتهم، هم اكون اني اوجههم اقول لهم واحد زاد واحد زاد واحد هيك تسوون، هم اكو خبراء من عندي اقدمهم في سبيل انه يمشوا، يعني مثل السكه خليهم سكه يمشون عليها، لان يعني من تخليه تنطيه سلفه وتقول له روح سوي، لو يفشل ربما ينجح واكو نجحوا. سيد الوزير طلع ذاك اليوم وقال اكو ناجحين وعندهم، ولكن لما الوزاره هي تكون عيونها موجوده وهي مشغله عدد كبير من هؤلاء العاطلين عن العمل واللي عندهم راتب رعايه هذا القليل اللي هو 170 مدري ايش قد، تمام 270 اعلى شيء. فاحنا استاذ العز احنا لو كان هناك تنسيق بين وزاره العمل ومجالس المحافظات وانشاء مشاريع استراتيجيه وينطون الاولويه في التعيين لأصحاب الرعاية الاجتماعية، أولاً قللنا من الشمول الرعاية الاجتماعية، وهذا طبعاً وشغلناهم وأيدي عاملة إنه واستثمرنا طاقات. ليش هسه الشاب عمره 18 سنة يتزوج يدور رعاية؟ ليش ما أنا أستغله؟ يعني هسه إحنا عندنا مشروع السكر بابل، مو بس بهذا الموضوع، حتى بالزراعة بالزراعة أو غير شيء. يعني المهم واحد يقول بالزراعة مصالك ساعة تصور وماكو مي أصلاً، يقول مي ماكو الزراعة حاليا خنعوا في الزراعة، يعني على الأقل تقديره هي الأرض أنا أضفها مليانة دغل مليانة شوك هيجي مليانة عاقول يبسة القاع زين، غير أهيئها حتى إذا رتبت أموري ويا الدول الأخرى من يجي المي أو سويت سدود، القاع جاهزة تمام. شباب طاقات عندنا، مهندسين زراعين ضالين، لا متى نبقى احنا بلد نفطي، احنا بلد عندنا فلوس، احنا مدري شنو الطونة سوونا كذا ما اعرف شنو، والحرامية مشتغلين من صفحة والمدري منو من صفحة، والبلد مكتف والشباب كسلانة والعراقي طاقته كبيرة في الانجاز والعطاء. ولو شوية يعني قاطعتك هواية بس شوية فور دمي استاذ العزيز، والله العظيم احنا متحمسين ومحترق دمنا على شبابنا. والله انا من يجيني شاب يدور رعاية انا انقهر، من يدور سلفة أنا أنقر. المفروض مثل ما تفضلت حضرتك الدولة تتبنى هكذا مشاريع بالتعاون، قلت لك بين وزارة العمل ومجالس المحافظات وأنشئ مشاريع. هذا المحافظة منتجة للنفط، أسوي مصفى للنفط شكو بها وأشغل الشباب مال المنطقة. يعني هسه احنا محافظة لا مصفى نفط لا مطار لا مشروع استراتيجي حكومي نهائيا، كل شيء ما بيها. عندنا مصنع نسيج الحل انتهى، شركة المسيب عندنا مال بتروكيماويات انتهت، ماكو عندنا نهائيا. اذا انتم امام مسؤوليه كبيره استاذي، امام مسؤوليه كبيره. زين ما قلت ليش قد راصد مبلغ لحملتك الانتخابيه؟ والله ده اقول لك ما صدق، يمكن 5 ملايين صارت. لا تقولوا لي 5 ملايين والله هذا الحد الاعلى هذا. اي والله لان ما في 5 ملايين كفي. ما انا بالنسبه لي ما اصرف يعني في الشيء، اطلع للناس بالمنطق. انا يا ابا هذا السي في مالتي، هذا وضعي، هذا كذا، اللي يريد ينتخبني خير، واللي ما يريد ينتخبني الله. رجال مستقل ما عندي في الشيء، عملي 1 2 3 اعمل صار لي 23 سنه بالمجال الوظيفي، ما في يوم جتني عقوبه، سمعت طيبه بالمجتمع، الناس كلها تعرفني، اسال على جبر عودي كلها تعرفه زين. الناس مقدم لها خدمات هواي جدا، هواي مقدم لها خدمات، واشوف اقبال، هي الناس تدعوني انه اروح ازورها، فعلى شنو بعد اخسر يعني؟ احنا نتمنى لك التوفيق. وبالمناسبه اقل ما تتمنى، انا ضد اي واحد يقول لي سوي لي سبويل سوي لي، اقول اعتذر، انا مو من جماعه الاسلام. احنا اكو انتبهنا في بغداد وبعض المناطق اللي مرينا بيها، انتبهنا مشاهدينا الكرام يعني اكو فت فعاليات يسووها بعض المرشحين اللي يجيب هاي مال مجاري اللي مبينه واضحه، يعني مبينه واضحه مبينه. الله اعلم منين جاب الفلوس هذا ما ادري. احنا املنا بيك ان شاء الله، نتمنى لك كل الخير، وان شاء الله يعني تكون عضو مجلس محافظه الله بابل الله وتقدم الخدمات. وخطط هوايه كبيره عذرا طبعا، خطط جديده، شبابنا نريد ننتشلهم من واقع البطاله هذا، نشغلهم، ما اريدهم يعتمدون لي على 100 وال200 ذني ياخذهم، لانه راتب الرعايه مو مضمون بالضبط، هذا تشتبه ما تخليه يشتغل، لازم احنا نشغله. يعني انا اقل شاب عراقي المفروض انطي راتب 750 الف الى 800 الف، اقل شاب عراقي، ليش انا انطي 150 الى 200 وقاعد وساكت؟ حتى مثلا حليب الجهل ما يقدر، والله تجيني جماعات عندهم رواتب رعاية، والله العظيم يعني حليب الجهالة ما عنده، أغلب الأحيان أنطي أنا من عنده. أنا أشكرك جدا، أتمنى لك التوفيق في مال الله. انتظرونا مشاهدي الكرام بعد هذا الفاصل.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام، ما زلنا في محافظة بابل، تحديدا في قضاء القاسم، ونحن في رحاب الإمام القاسم عليه السلام. اسمحوا لي أنا أعرفكم بشخصية أخرى ومهمة ولها رؤية. المقدم كاظم، أهلا بك سيادة المقدم. حياكم الله أستاذ. الله يخليك. الله يخليك الموقرة. الله يخليك. أريدك تعرف نفسك للسادة المشاهدين بالتفصيل. المرشح كاظم غايب جاد عبيس الشقري من مدينة القاسم، مدينة العطاء، مدينة سيد ولا الإمام القاسم بن يوهم الكاظم عليه السلام، أخو الإمام رضى سلام الله عليه. هاي المدينة لها خصوصية من بين كل المدن اللي موجودة باعتبار مدينة مقدسة، وباعتبار الإمام رضى سلام الله عليه أنطفد ميزة بحق سيد ولا الإمام القاسم عليه السلام، إذ قال من لم يتمكن على زيارتي لبعد مسافتي فليزر أخي القاسم عليه السلام. فالحمد لله وشكر جاتج الزوار من كافة بقاع العالم، حتى الهندي والباكستاني والإيراني وكل الدول اللي موجودة اللي تابعة لأتباع أهل البيت سلام الله عليهم جايجون الإمام القاسم عليه السلام. المدينة بدأت تتوسع حاليا، يعني مو نقول ماكو خدمات بها، بدأت تتوسع بفضل الرجال اللي موجودين حاليا اللي جاي يعملون خلف الكواليس، واللي متبرع واللي يعني حقيقة جاي شوية بين بها عمل. أضافة إلى هذا إن شاء الله في قادم الأيام إن شاء الله راح ننذر عملنا خالص لوجه الله تعالى ولخدمة مدينتنا، تقديم الخدمات اللي نقدر لها، مقترحات كثيرة عند الشباب تدرون كل زين. اليوم الشاب من يقعد بينه وبين نفسه أنه يقدر يفكر ويقدر يسوي في المقترحات المدينته حتى يبين عمل، حتى يقول أنه العمل اللي ما صار قبل سويته أنا. حقيقة اليوم كل إنسان لازم يكون مخلد في حياته. تدري اليوم أغلب الناس اللي اشتغلوا للمدينة تقصد المفروض يكون عنده تاريخ، لازم يكون عنده تاريخ بصناعة عمل، بتوجيه عمل، تقديم خدمة. تقديم خدمة. تدري اليوم أكو مشاريع هواية معطلة للمدينة بسبب أنه عدم وفاء للمقاولين، أو مثلا عدم وجود موازنة، متابعة، فساد. فساد، كل هاي الأمور الموجودة هي اللي ساهمت بخراب أكثر المدن اللي موجودة بالعراق. حضرتك شو تشتغل حاليا؟ أنا رجل أمن، أنا مقدم بالشرطة، أعمل في دائرة البطاقة الوطنية في الحمص الغربي. حاليا تدرون تفرغت للانتخابات، أنه للترقيب والانتخابات. شنو اللي دفعك أنه تقدم وتشارك بهاي الانتخابات مجالس المحافظات؟ اليوم كل شخص وكل شاب يتمنى أنه الناس ترضى عليه، ورضى الله سبحانه وتعالى من البداية. عملنا أكثر من 13 سنة بالخدمة في كافة الدوائر اللي اشتغلنا بها، قدمنا عمل للمواطن، خلينا بحيث المواطن أنه يكون راضي عن الجهات الأمنية. تدري اليوم لكل جهة أكو كبوة وأكو فد، مرات تصير إرهاق، تصير بالعمل، تصير أخطاء بالعمل. يحاول أنه الأشخاص اللي باقيين اللي سمعتهم حلوة واللي جاي يقدمون خدمات اللي يرضى الله سبحانه وتعالى ورسوله، أنه يخلي فد موضوع أنه يصير قريب للمواطن. كل ما يكون الضابط أو المنتسب اللي يتابع للداخلية أو للدفاع يكون احترامه للمواطن احترام متبادل، راح يكون عمله ناجح. ليش؟ أنت كل ما تكون اجتماعي، كل ما يكون المعلومة توصل لك بسرعة، بالتبليغ على المتهمين، بالسعي لتفنيد جريمة قبل حدوثها، السعي لحل مشاكل الناس. طبعا من المبادرات اللي بادرنا بها واللي ماشيين عليها أكثر من 13 سنة أنه حل مشاكل الناس. تدري اليوم حتى السيد القاضي يعطل الدعوة أكثر من يومين ثلاثة أيام مثلا، يوقف المتهم حتى شنو، حتى تنحل على شهرين. تدري اليوم إحنا بلد سلم، البلد الوحيد اللي بيئة أتباع أهل البيت وخدام أهل البيت وسلام الله عليهم. والشغلة اللي مسيطرة عليه إنه عشائري، دائما يكون مجتمعاتنا عشائرية، والعشائرية دائما تحب السلم وتحب الاحترام والتبادل. فالحمد لله وشكر سعينا بهاي المواضيع. شنو جديدك تقدر تقدمه كعضو مجلس محافظة بابل إن شاء الله؟ إذا الله سبحانه وتعالى مكننا من هذا الموضوع، عندي مقترحات كثيرة اللي يتم الأمن. يعني أولاً السيطرات الداخلية والخارجية اللي للمدينة. إيش بيها؟ السيطرات حقاً جاي يقدمون عمل وجاي نجحون، جاي يقدمون فد نجاحات بسيطراتهم، بإلقاء القبض على المتهمين، تفتيش العجلات، و أكثر من مرة يعني شغل لك عدة سيطرات إنه يومية بيها نشاطات أكثر من 7 نشاطات 8 نشاطات. ليش؟ المنتسب اللي موجود بالسيطرة يكون دائما مجتهد،
لكن عذرا المقاطعه البعض يقول يعني اجى الوقت اللي كافي سيطرات. هي شوف السيطرات ضروريه لكثير من الامور، يعني هسه انت اليوم شخص اليوم ما يدري حقك، شخص متهم مطلوب على الماده 406 405 على المخدرات، شخص مثلا ماخذ حقك وهارب الى جهه مجهوله الى محافظه اخرى الى محافظه اخرى، هذا مين راح يجي؟ راح يجي عن طريق السيطره دخول المحافظه. فالسيطره جدا مهمه حقيقه اعتبرها. السيطره لديها مقومات كثيره من ضمنها انه توفير عجله او عجلتين للسيطره اللي موجوده، لازم تكون بنايه حديثه لكل السيطرات اللي موجوده، توفير كافه المستلزمات اللي مطلوبه للمنتسب والضابط اللي موجود، يعني هوايه امور يحتاجها. يعني انت اول شيء تقترح انه هو المفروض يكون عندهم عجلات حديثه بالسيطرات، لازم يكون عجلات حديثه. وشلون راح تكون عجلات حديثه؟ يعني انت اليوم تخيل انه بعض الدول نهايه السنه مثل هاي 2023 يعرضون العجلات لي وين؟ بالمزاد، ويجيبون السيارات اللي بسنه اللي هي 24. ليش؟ منتسب الشرطه، منتسب النجده اللي موجودين يعني اللي يلاحقون المتهم دائما، لازم تكون العجله مالته احدث واسرع من العجلات اللي موجوده اللي يقودها المتهم الهارب او المجرم حتى يتمكن من عنده. مو انا اليوم مثلا سيارتي 2000، شنو الفائده؟ يجيبوا له سياره جديده ويمكن ما ينطوه بنزين او ينطوه 10 لترات او يقولوا له انت صرف. هذا موضوع البنزين معقد، يعني شوف هسه كل القيادات جاي تعلم من عنده. ليش؟ لان اليوم الكميه اللي مطلوبه اللي يحتاجها المنتسب العجله مالته ما توفي الغرض. ليش؟ لان اليوم انا ما اقول اليوم مثلا مركز الشرطه اليوم بي بس 3 مشاجرات او 4 مشاجرات، لا انا ما اعرف الظرف شنو. واليوم المنتسب الشرطه جاي يشتغل اكثر من شغله، جاي يسير موقوفين، جاي يطلع سيطرات، جاي يطلع حمايه المتظاهرين، جاي يطلع حمايه للمراكز المهمه اللي موجوده بالناحيه. فشوف ويا كل هذا يصير، يعني انا شخص نقلي انه في ايام الصيف اللاهب يقولوا له أنت نعطيك 10 لترات كافي، لأن إذا نعطيك أكثر أو تفول السيارة أكثر راح شغل تبريد، وبالتالي أنت واقف ما تسوي شيء بالسيطرة مالتك أو النقطة مالتك المتفق عليها، وهذا راح يخلي البنزين يخلص بصراحة. فيعني هو منتسب واقف بالحار وما شغل تبريد، يعني هاي مو منطقي. تمام، موجود هالشيء؟ لا لا حقيقة ما موجود هالشيء. أنا يعني داومت أكثر من 13 سنة بالشرطة ما كنت شيء موضوع. اليوم العجلات اللي موجودة بين خفارة وخفارة تروح تفول. كل من يدفع فلوس التفويله مال سياره؟ طبعا هو جاي من عندنا بنزينخانه خاصه بالداخليه بالقياده. تفويله كامله ل 10 لترات؟ تفويله كامله. تفويله كامله، يعني عندنا هسه بالشوملي والحمزه والهاشميه والقاسم والطليعه والدبله. نعم. دول كلهم يفولون من الحمزه. نعم. اكو محطه البنزين اللي خاصه بالداخليه. تفول العجلات بعدها. إذن المفروض أكون محطات تابعة للداخلية في كل، مو بس بابل، في كل المحافظات حتى لا يتعرض المنتسب إلى يعني في الموقف ربما يشعر بالإهانة. في كل المحافظات هسه على مستوى بابل عند قاطع جنوبي والوسط والشمالي. كل قاطع موجود به محطة تعبئة البنزين. هاي خاصة بمن؟ رجال الشرطة. كافة الدوائر اللي موجودة. يعني الشرطة، الشؤون، الاستخبارات، الدفاع المدني. ليش مثلا، عذرا يعني طولنا بهذا الموضوع، بس هي مشكله، يبدو مشكله انه سياره تفول من قبل المنتسب، المنتسب ما يدفع، اكو حساب بين الوزارتين عن طريق رقم السياره كل فتره وتسجل وهكذا. تمام لو تمام. كعمل شرطه وكرسميات ما يصير يعني الشرطي يفول. يعني انت اليوم مثلا مع احترام لكل الشرطه اللي موجودين، اكو مو كل الشرطه يعني مثلا اليوم مثل يفول لفت 20 لتر يقول انا فولت 40. يعني الامور هاي قانونيه تكون بها يعني اكثر من اللازم. ليش؟ لان هاي ذمم. يعني اليوم ابو المحطه يجيب اليوم فد 20,000 لتر يفول اليوم 5,000 لتر يرفع بها برقيه انه جاب اليوم العجلات اللي يفولها مرقمه هالقد مرقمه مرقمه. اذا هاي وحده من النقاط اللي اثيرت حاليا، كنت خليها بنظر الاعتبار انه ايجاد حل لرفع، هاي واحدة من النقاط اللي ترفع من قابليات المنتسب وجهوزيته لمواجهة كل المواقف الطارئة. بعد نقطة أخرى قلت لي شنو المفروض نسوي؟ هسه قلنا مسألة السيارة حديثة، مسألة الكاميرات. الكاميرات طبعا بالمناسبة الكاميرات فد شيء كلش مهم. يعني اليوم أنا
اذا خليت كاميرات بكل الطرقات اللي موجوده، هو موجوده كاميرات هسه، واكو مديريه مديره كاميرات الاتصالات والكاميرات، بعد اريد تفعيل اكثر يعني. يعني اكو مثلا على حد الامكانيه اللي صارت من قياده شرطه بابل انه توزيع كاميرات بالطرق العامه، يردنا بالطرق الخاصه. يعني مثل الاحياء الداخليه، الافرع، الاسواق، يعني نحتاج هذه الكاميرات بذمه من؟ يعني تقع على عاتق من؟ المحافظه، مجلس المحافظه، لو المواطنين يعني اللي هو قوم مدبر يومه وعيشته. شوف استاذ، اكو فد نقطه كلش مهمه. اليوم المواطن لازم يعني يدخل في مرحله الثقافه الامنيه، يعني شعور بالمسؤوليه. شعور بالمسؤوليه. يعني اليوم انا عندي بيتي، ماكو اليوم اي شخص يحب انه بيته ينسرق، وماكو شخص اليوم ينسرق بيته ما يحب انه يتعرف على السارق. فالكاميرات فشي كلش مهم. يعني هسه اذا خليت كاميرات ببيتك، انت امنت على بيتك. يعني شوف، اكو شخص اليوم كان مسافر بروسيا يدرس دراسات، يعني سولف لي قال انا من روسيا وراقب بيتي، كاميرات وراقب بيتي. فشي كلش حلو، تطور كلش حلو. بالموبايل، تطبيق الموبايل ماشي له. فاحنا اليوم حتى بموضوع النظافه، اليوم المواطن لازم تكون عنده ثقافه اللي هي اهم من ذني كله. العفو استاذ، قبل ما ننتقل لموضوع النظافه، مساله الكاميرات، مساله انه كل بيت المفروض يخلي كاميرا، اتفق بي وياك 100%. لكن اكو مشكله تطلع من هذا الموضوع، اللي هو مثلا اذا لا سمح الله صار حادث قريب على بيتك وما يخصك وما تعرف منه، ولكن اكو حاله دهس وصار اللي يعني صاحب الـ المسبب للمشكله انهزم، فجاءت الشرطه وقالوا بعطينا الكاميرات، لو يعتذر، لو يقول انا ما اريد ادخل بهاي المشكله، شو وقت نغادر هذا الموضوع حتى يكون الموضوع طبيعي ويكون المواطن هو يبادر يقول هذا الفيديو عندي موجود بالكاميرا، تعالوا اخذوه من عندي حتى المقصر ياخذ جزاءه، تمام لو تمام؟ هاي اللغه ما عندنا، يكون هاي ايضا تخلوها بحساباتكم، تمام؟ طبعا هذا الموضوع نفس موضوع انه شخص اليوم يجي يلقى حادث، ويلقى شخص اليوم يحتاج انه اسعاف، يسعفه بالضبط، يسعف الشخص يوديه للمستشفى، يبتلي. المواطن هسه تقريبا تثقف على هيجي امور، امور مو اليوم كل شخص واختصاصه. بعدين احنا معروفين العراقيين كليتنا صحيح، تمام تمام. بالتالي احنا نخاف منه انه واحد يوقع يندعم، ونخاف نوديه والله شنو، لا توديه ترى بالمركز ياخذوك، انت اللي دعمته وانت اللي كنت السبب انه يصير هيجي بي، وبالتالي الناس تعوفه. بس مرات اكو شخص لازم تقولها اليه، اكو شخص لا هسه الاليه موجوده. شنو الاليه؟ يعني شلون اصور نفسه فيديو ويا الاليه؟ لا 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 او ياخذ، لا انا اقول ايش يسوي. الاجراءات كالاتي، انه يروح للمحكمه يقدم طلب قاضي، يقول وهيك اكو امور وصار حادث دهس والكاميرات مال الشخص الفلاني فلان بن فلان بن فلان، شو يسوي له؟ يسوي له توجيه لمن؟ للامن الوطني او الاستخبارات اللي موجودين، يتوجهوا للدار فلان وفلان وحسب امر القاضي المرقم هالقد بهالقد، توجه للشخص، اخذوا من عنده شنو؟ اخذوا من عنده الكاميرات. بس يقول لك انا يعني انا شكو دا ادخل نفسي بهيج مشكله؟ انا شوف المواطن حقه. ليش؟ اليوم انا اشيل التصوير واعطيه قبض، راح يصير شو يصير؟ يصير عشائر. حال الشهاده انه شخص اليوم جاي يشهد. جاي يشهد اليوم. اشخاص اثنين مشاجره، وذول الاشخاص اثنين ضربوا هذا الشخص وانا كنت موجود، لازم اشهد. ايش راح يجون؟ اسرق لي بالعشره اجي اطبقها، بالمناسبه ما موجوده ان شاء الله هنا مكاناتنا. انه الشخص اللي يشهد تروح تشهد، الشخص اللي يشهد يقاومون نسيته. ما عاد شنو من النقاط الاخرى في تثقيف رجل الامن؟ على عجاله لو سمحت، ارسل لي المخرج. دخول دورات. دورات شنو؟ يعني الدوره مهمه جدا، مهمه لرجل الشرطه، دورات تحقيقيه. واليوم اعرج على فد موضوع ان شاء الله صعبيه اذا الله سهل. انه لازم كل مديريه كل قسم يكون بها باحث نفسي او باحث اجتماعي. ليش؟ السبب انا قلت ليش؟ اولا راح نخفف عبء المحكمه. يعني بدل ما اليوم نسير اكثر من 10 الى 15 قضيه للمحكمه، نقدر نسير نقول 5 قضايا. يعني اذا ان شاء الله المستعصي اللي ما تنحل، الباحث الاجتماعي يقدر يحلها، يقدر يجمع طرفين في غرفته، يصير حاله حال رجل الشرطه اللي موجود، ويقدم لهم الحكي والامور اللي تخلي مثلا انه الواقع الاستخباري. الواقع الاستخباري هسه حاليا جيد جدا، موجود خليه الصحون. تنصح؟ انا انصح تفعيل المصادر. تفعيل المصادر، النزول للشارع، كسب العلاقات الاجتماعيه،
لازم يكون رجل استخباري رجل اجتماعي حتى يقدر يحصل معلومة بسهولة. هو يقوم هل من صحيح انه رجل الامن يكشف عن هويته لما خال المسدس هنا لو ينزل من السيارة وبين يعني انه هو رجل امن مفروض يعني ما حد يعرف؟ من الشغلات اللي واجهتها وصعوبة انه اكثر ضباطنا اللي موجودين انه ليش ما يشيل المسدس، ليش ما يشيل الجهاز. اليوم رجل الامن رجل استخبارات لازم ما يظهر لا سلاح ولا جهاز، لان انا اليوم اي شخص اليوم انت اليوم كمتهم مع احترامي لك اذا اجيت يم رجل شرطه انت وحدك ترتبك وتعوف الرجل الشرطه ما تمر من يمه. يعني اذا شفت مثل يوم مدني وحاط له مسدس وانت متهم وهتقدر تفر من يمه ما تقدر. فحقيقه اليوم لازم يثقف رجل الشرطه رجل الامن انه كسب المعلومه لازم تكون بطريقه سريه يقدر يوصلها للجهات اللي مختصه بهذا الموضوع. عذرا المقاطعه، بكلمة أخيرة للمواطنين، شو تقول لهم وأنت راح تخوض انتخابات مجالس محافظة؟ أنا أقول للمواطنين اللي هم أهلي وناسي وعمامي وسادتنا وجاويدنا وجاويد المنطقة، أنا أقول لهم إن شاء الله باسم الإمام القاسم باسم الأئمة اللي موجودين إن شاء الله راح ننتهج نهج إنه نهج صحيح، نهج جديد شبابي متطلع نازل الساحة من زمان أكثر من 13-14 سنة نازل للشارع، أعرف الخدمات اللي أوجهها شنو، أعرف المكان والزمان اللي أشتغل به، أعرف شلون أجيب الشغل، أعرف شلون أطب المدير دائرة وأسوي له تشجيع وأخليه يشتغل وياي، أعرف شلون أكسب مدراء الدوائر وأخليهم تحت أمرتي ويشتغلون وياي لخدمة المدينة وأسأل الله. قد رقم تسلسلك؟ رقم القائمة 143 بشريعة عراق تسلسل 35. أشرف بيك، أتمنى لك التوفيق. وأنتم مشاهدين الكرام شكرا لكم على كل هذا الوقت، ونتمنى أنه قدرنا نوصل فكرة، وأنا متأكد أنه مقدم كاظم عنده الكثير من الآراء والمقترحات ربما بخصوص المخدرات، بخصوص أتركها إلى قابل الأيام إن شاء الله. إن شاء الله يا رب يعني تقدمون خدمات كبيرة للمحافظة من خلال مقترحاتكم كعضو مجلس محافظة بابل. وأنتم مشاهدي الكرام انتظرونا في حلقات أخرى من برنامج أبشر أبشر يا عراق.